تتحمل المرأة الموريتانية العاملة مسؤولية عملها ولا يقف رمضان عائقا في وجهها رغم الصعوبات والتحديات الماثلة أمامها، فهي تسعى إلى أن تكون مثالا للنجاح داخل البيت وخارجه نظرا لكونها في أغلب الأحيان معيلة لأسرتها أو مساعدة في ذلك. ويزداد إقبال النساء على امتهان الأعمال الحرة البسيطة التي تعتبر لها دور أساسي في تشجيع النساء على العمل والإنتاج. شو السالمة عملها هذا اللي ترعي فيها الطابلة اللي هي ونعدل الحلوة، فتبارك الله قاعدة عليها معاني من الآلات اللي استدر بها، قال ما شاء الله جهن الناس من بلدين إلى بلدين بي اللي عملي طاق وانتو جيتوا الناس كامل الحمد لله، ونعدل الخو الزين ونشري الحنة الزينة المضبوطة وجهن الآلات تشريها من عندي ما شاء الله مستفادة منها معيشة منها تركتي، وحد ما مشي يطلب على الشارع طلب الصادق شوفوا اخوه جيعان شوفوا عريان شوفوا اولاده متلوثين قاضين الشارع طنتي لانه هو ذا ما عليه ما هو الحم يروح مع شاه قوته يومي، هذا هو اللي عندي انا بعد شخصيا من راسي انا اللي عندي، هذا اللي هو ما عندي شيء غير هذا العمل اللي هو قال ما شاء الله هو اكل من تركتي وشاربين ومفرشه منه وبلي الزين ومحسن كافه راسي في رمضان. وقد حققت النساء الموريتانيات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة نجاحا ملفتا بفضل مهاراتهن وخروجهن المبكر لسوق العمل، مما أكسبهن قدرة أكبر على إنجاح الأعمال التجارية، حيث لا يعتبر رمضان بالنسبة للكثيرات منهن فرصة للكسل والنوم كما هو حال البعض. نطلب نساء موريتان لأنهم يشتغلوا ويخلوا عنهم الرقاد، رمضان شهر طاعة وشهر خير، والرقاد ما هو مطلوب، مطلوب الا الاعمال اللي ترضي الله تبارك وتعالى، كثر الاستغفار والذكر والعمل، هذا العمل شريف، ما مطلوب الرقاد ولا مطلوب خسارة العمل، ها سمعت ولا سيس ولا سيق ولا شيء ما ينفع، مطلوب الا التقوى والهدى والاعمال الشريفة كاملة، حد يقوم يتبارك يشتغل، يروحش العيال ويروحش يعقب عليه في الدنيا وفي الاخرة. ما هو شق العمل ما فيه ما هو شيء خير من شيء، اللي منه صالح واللي منه ما هو صالح قاع ما هو مطلوب. وتغتنم المرأة العاملة فرصة شهر رمضان المبارك للمضاعفة من الأعمال سواء في السوق أو خارجه من خلال الأعمال المنزلية، وهي بذلك تسعى إلى الريادة في أي عمل أخذت بزمامه.